ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه يصف النساء أو بعض النساء بقوله رؤوسهن كأسنمة البخت المائدة. الحديث: هل المرأة التي تجمع شعرها فوق رأسها لزوجها فقط وللزينة تدخل في هذه العقوبة؟ نعم، هذا لا يجوز مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكره وأخبر أن من فعلته أنها من أهل النار، فلا يجوز لها أن تعمل هذا العمل، بل ترسل شعرها إما ضفائر على الجوانب وإما لوائد. وأما جمعه وعقده وما يعمله بعض النساء في وقتنا الحاضر، هذه تكلفات وتشبهات يجب عليهن تركها. نعم.